السلام عليكم، أهلا بيكم في لقاء مع مبدع. ناس كتيرة بتسألني إيه هي الموشن جرافيكس؟ إزاي نبدأ؟ نعمل إيه؟ إيه البرامج؟ عايزين نبقى مصممين بس مش عارفين نعمل إيه؟ عشان كده أنا النهاردة جبت لكم أحد أشطر مصممين الموشن جرافيك، الفنان إسلام الغزالي، هيجاوب على كل التساؤلات دي وأكتر. يلا نبدأ. اهلا يا اسلام. ازيك يا استاذ احمد؟ ازي حضرتك؟ طيب، عرفنا بنفسك واحكي لنا كده ازاي دخلت في الموشن جرافيك. انا اسمي اسلام غزالي، خريج بكالوريوس تجاره عين شمس 2013. يعني مش متعلمتش حاجه، ما درستش حاجه ليها علاقه بالانيميشن ولا بالفنون؟ لا. شغال موشن جرافيك ارتست بقى لي 8 سنين ان شاء الله. ابتديت الموشن جرافيك عن طريق الصدفة البحتة، قعدت اخبط في كذا حاجة كده لحد ما وصلت للموشن جرافيك، وقلت بس هو ده اللي انا عايزه، هو ده اللي انا بحبه. ابتديت اول ما ابتديت شغل البروجرامينج في الاول، شغل الويب ديزاين، بعد كده دخلت على الووردبريس، بعد كده دخلت على الفوتوشوب شوية، وكده دخلت على الستريتور، وصلت للي انا عايزه، وصلت للافتر افكت. طب يا اسلام، خلينا نعرف الناس الاول ايه هو الموشن جرافيك، لان الناس يعني بتلخبط بين كلمه موشن جرافيك وانفو جرافيك، والمصطلحات دي بتلخبطها. ايه هو اصلا الموشن جرافيك؟ تعريف الموشن جرافيك هو استخدام الرسومات والاشكال الهندسيه والصور والنصوص وإضافة المؤثرات الصوتية بالضبط عشان نطلع بفيديو بطريقة مختصرة وسلسة يوضح معلومة معينة في أسرع وقت ممكن. إذن هو يعني كأننا جبنا الحاجات دي كلها كده وخلطناها وصنعنا منها فيديو، اللي هي الأشكال والصور والرسومات والمؤثرات الصوتية والموسيقى والحاجات دي كلها، كل الميديا دي بنحولها بالظبط بطريقه بصريه تقدر تجذب العين وتجذب المشاهد في اقل وقت ممكن. تمام. طب ايه التولز اللي المصممين بيستخدموها عشان يعملوا الكلام ده؟ طبعا في كذا سوفت وير بنقدر نستخدمه عشان نقدر نوصل للحاجه دي، يعني مثلا في الستريتور، في الفوتوشوب. الستريتور والفوتوشوب دول بتوع صور او بتوع رسم؟ رسومات. وطبعا بنوصل للسوفت وير الاب الروحي للموشن جرافيك هو الافتر افكتس. افتر افكتس ده بالنسبه لي كابوس، يعني انا بعرف اشتغل عليه بس يعني من اصعب الحاجات اللي ممكن واحد يحترفها، اللي عايز يعني يبقى يسمي نفسه محترف افتر افكتس. هي والله هي الطريقه بسيطه وسهله بس تحتاج بس وقت وخبره. هو البرنامج انتميديتنج شويه، يعني بتشوف كميه الويندوز اللي فيه، كميه الفيتشرز والحاجات التوجلز والحاجات دي كلها كتير جدا جدا. هي دي هو ده اللي بيخض الواحد. دي اكتر حاجه شدتني للبرنامج حرفيا، يعني اول ما شفت حد بيشتغل عليه اتصدمت من كميه التولز اللي موجوده دي، وازاي اكيد حد عبقري ان انت قاعد شغال على سوفت وير. هل الواحد بيستخدم الحاجات دي كلها؟ اعتقد مش لازم تبقى عارفهم كلهم عشان تبقى حد متميز في شغلك، يعني اهم حاجه تبقى دارس القواعد الانيميشن صح وبتطبقها مظبوط. طيب ده الافتر افكتس، هل في تولز ثانيه الناس بتستخدمها، الديزاينرز بيستخدموها؟ طبعا في برامج صديقه للافتر افكتس زي ما احنا بنقول، يعني اقربهم السينما 4D والبلندر والمايا. دي برامج، دول برامج 3D، سوفت وير 3D دي بالظبط، سوفت وير 3D دي بلندر والمايا وال 3D ماكس. وطبعا لل 2D كاركتر انيميشن يعني حدث ولا حرج، عندك اكتر من 50 سوفت وير بالكاركتر انيميشن فقط، يعني بس اكيد المشهور منهم يعني 2-3 اللي هم الشائعين قوي الناس بتستخدمهم، اللي هم الموهو او الانمي ستوديو والانيميت والتون بوم والسباين، ده سوفت وير برضك ناس بتستخدمه للكاركتر انيميشن، وبقى يستخدموا الكاركترز دي للالعاب كمان. طبعا البرامج اللي اسلام قالها دي كلها برامج مدفوعه، بس اعتقد في بدائل اوبن سورس ليها، هي مش بنفس الكفاءه بس يعني في ناس بتشتغل عليها وبتطلع منها نتائج كويسه. بالزبط. ممكن برضو في الديسكريبشن هنكتب اسامي البرامج دي والبدائل.
بلس ان الافتر افكتس اصلا ممكن تقدر تحرك فيه كاركترز بس باستخدام بلاجنز وسكريبتس معينه، بس مش هتطلع بنفس الكواليتي اللي بتقدمها برامج ال 2D كاركتر انيميشن اللي هي متخصصه في تحريك الكاركتر بالظبط. طيب انا بيجي لي اسئله كتيره يا اسلام، ناس بتقول لي عايزين نبدا، عايزين نتعلم، نبدا منين؟ فانت بدات ازاي انت شخصيا، وتنصح بايه اللي عايز يبدا؟ يعني ايه خريطه الطريق كده اللي يمشي عليها عشان يبقى ديزاينر محترف؟ طبعا هو مفيش باص محدد الناس تمشي عليه، كل واحد وليه طريقته في ان هو يبدا ازاي، بس البدايات كلها واحده، بس انت اللي بتختار الباث اللي بتمشي فيه. يعني مثلا في ناس بتحب، انا شخصيا بدات بالاونلاين كورسز، في ناس ما بتعرفش تستفيد اونلاين كورسز، في ناس وقعدت اول ما بدات بدات اتفرج على فيديوز كتير جدا على اليوتيوب، اتابع ناس كتير جدا مشهوره الموشن جرافيك، اتابع شغلهم، احلل الشغل اللي بيعملوه، انزل الفيديو اللي هم بيعملوه واحطه على افتر افكتس وامشي فريم فريم عشان اشوف الحاجه دي اتحركت ازاي. هنا انا ليه وجهه نظر شويه في موضوع الواحد لو عايز يتعلم مجال جديد، الافضل ما يشتتش نفسه بفيديوهات متفرقه، يعني الافضل انك تدخل على كورس او تمسك كورس كده من اوله لاخره، لان الكورسز بتبقى مترتبه غالبا، يعني اغلبيه الكورسات بتبقى مترتب فيها المراحل بتاعتها بحيث ياخدك من البدايه للنهايه بطريقه متسلسله، والتسلسل ده بيوصل المعلومه وبيبني المعلومه بشكل افضل. بعد كده بعد ما تخلص الكورس تقعد بقى تشوف فيديوهات متفرقه عشان تزود مهاراتك بقى في حتت في الفنيات الصغيره. بالظبط، يعني التشتيت ده مش افضل حاجه. بس انت عشان تعرف مثلا السوفت وير كويس لازم تبدا بالبيزك بتاع السوفت وير. يعني مثلا انا بدات اول حاجه اتفرج على كورسات ليندا، البيزك افتر افكت ليندا. ليندا دي اللي هي اشتريتها لينكد ان وبقت اسمها لينكد ان ليرنينج. بالظبط، دي بتشترك في موقع لينكد ان اللي هو الاشتراك المدفوع، بيفتح لك مكتبة دورات في كل في حاجات كتيرة جدا من ضمنها بالظبط دي 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 يعني اي حد مبتدئ يعني ارشحها له جدا ان هو لازم يتعلم يشوف البيزك بتاعت الافتر افكت بتاعت السوفت وير طريقة اكاديمية شوية. اتوقع برضو على يوديمي في كورسات رخيصة برضو وتبقى كويسة قوي، ولما حتى بالعربي والله يعني في بالعربي في بالانجليزي. اعتقد في ناس اصلا بتنزل كمان الترجمه وبتضيفها. وفي طبعا في سكول اوف موشن وموشن سكول ديزاين، في كذا ويب سايت تعليمي كتير جدا جدا. بس انا بتكلم على انا ابتديت ازاي. انا ابتديت بالكورسات ليندا، البيزك بتاعت ليندا، وبعد ما خلصت الكورس بتاع البيزك افتر افكتس على ليندا بعد ما اخذت المعلومات الاساسيه. بالظبط، المعلومات الاساسيه اللي انا عايزها ابتديت بقى اشوف شغل الناس واحلله. طبعا في فيديوز كتير جدا على يوتيوب مشهوره لست اسمها 51 انيميشن اكسرسايز، دي يعني 51 انيميشن اكسرسايز برضه هنحطها في الديسكريبشن. ناس كتير حاطه فيها فيديوهات. دي هي عباره عن اكسرسايز فقط بيطبقوها على كوره، بيطبقوا كل قاعده انيميشن على الكوره دي. سكواش اند ستريتش، تايمينج، سبيسينج، اوفرلاب، اوفر شوت، انتسيبيشن، كل حاجه تتخيلها من قواعد الانيميشن بيطبقوها على الكره الاول، وبعد كده بقى انت جميل بتقدر... انت بتفهمه الاول على مثال صغير اللي هو الكوره. بالظبط، بعد كده هتعرف تطبقه على اي حاجه. بعد كده تقدر تحلل بقى، خلاص انت عرفت قواعد الانيميشن هتعرف تطبقها على اي حاجه بعد كده. في طبعا اهم حاجه لازم الناس تبص على ال principles of animations، ال 12 قاعده، 12 principles of animation. لازم دول مشروحين برضو على يوتيوب، ناس كتير رشحهم جدا. في برضك في تشانل اكتر تشانل شرحهم بطريقه كويسه جدا برضك، اقول لحضرتك في الديسكريبشن. بس طبعا مش شرط ان انت تبقى عارف القواعد كلهم عشان تقدر تشتغل بيهم موشن جرافيك يعني. بس لازم تبقى ملم باغلب القواعد الانيميشن. طيب مجال الموشن جرافيك، ايه هي المهارات اللي لازم تتوفر في الواحد عشان يبقى موشن جرافيك ديزاينر متميز؟ يعني هل الواحد بيتولد يلاقي نفسه موهوب في الموشن جرافيك، ولا في سكيلز كده معينه الواحد محتاج ياخدها؟ طبعا واكيد الواحد ما بيتولدش بالمهارات دي، بس بيقدر يكتسبها مع الوقت. وطبعا هو بتختلف بين شخص لشخص، يعني طريقه تحليلك لكل حاجه يعني طبعا السنس بيختلف من شخص لشخص، بس عشان تقدر
توفر الحاجة دي فيك كويس جدا. لازم تاخد بالك من السرعة والتسارع بين العناصر, الامباكت بتاع كل شيء والتصادم بتاع شيء والشيء الاخر. كل حاجة بتختلف على حسب الحاجات دي, الواحد بيكتسبها بالتأمل يعني. هو طفل صغير وهو بيقعد يجرب ويقعد يلعب, وهو بيلعب الحاجات دي بتترسخ في مخه كده, وبيعرف علاقة الأشياء ببعضها. ده بيخليه يعرف يحاكي بقى الكلام ده وهو بيحرك العناصر. انت من أول ما بتتولد, من أول ما عينك بتفتح على حاجة بتشوف فيها أنيميشن, هي بتولد ريفرنسز ليك. مفروض كل حاجة بتبص عليها بتولد عندك ريفرنس ترجع له وانت بالظبط. طبعا أهم حاجة بتميز الشغل ده, طبعا انت مش عشان حركت حاجة من مكان لمكان يبقى انت كده أنيميتر شاطر. بالعكس, في ناس كتير جدا عارفة التولز دي بس ما عندهاش السنس اللي يخليها تطلع العنصر ده مثلا من مكان معين أو بطريقة معينة أو بستايل مختلف. دي اللي بتميز شخص عن شخص. امتى تستخدم عنصر 3D, امتى تستخدم 2D كاركتر انيميشن في الجزء ده, امتى تستخدم حاجه فريم باي فريم, تعمل ترانزيشن فريم باي فريم. دي اللي بتميز الشغل في الاخر يعني. طيب يا اسلام, اللي عايز يبدا برضو في الموشن جرافيك, ايه الهاردوير اللي هو محتاجه, ايه الاجهزه او ايه التولز, وايه مواصفات الجهاز اللي المفروض يعني, مش هقول لي يبقى 100% يغطي احتياجاته, بس على الاقل يبدا ويتعلم عليه ويعمل شغل بسيط في البدايه. بالظبط, هو مدام هو لو حد مبتدئ مش شرط يبقى معاه طبعا الجهاز, امكانياته رهيبه يعني. اعتقد بدايه مش برضك انت مش محتاج تتعلم 3D, فانت تبقى متخصص اكتر في ال 2D والبيزك انيميشن. الـ3D بيحتاج طبعا امكانيات اعلى. بالظبط, بيحتاج امكانيات اعلى ومتطلبات الجهاز بتبقى اعلى بكتير من ال2D. لو قلنا مثلا المينيمم اللي هيشتغل 2D موشن جرافيكس, المينيمم ممكن مثلا 8 جيجا رام. مثلا الجرافيكس كارد ممكن يبقى مثلا 2 جيجا او 3, اي جرافيكس كارد, بس اهم حاجه يبقى الجهاز مثلا من اول كور i5 وانت طالع يعني. من اول i5 وانت طالع عشان تقدر ما تحسش بتعب. طبعا صحيح, هو الافتر افكت بالذات تقيل قوي شويه على الاجهزه, كل ما هيبطا معاك كل ما هتحس ان الشغل صعب. من البرامج اللي بتاثر قوي بامكانيات الجهاز وبسرعه الجهاز. بالظبط, هتكره حياتك لو الجهاز بطيء. كل ما يبقى اسرع يبقى افضل. طبعا الريندر بيختلف في الاخر من سوفت وير لسوفت وير يعني. مثلا لو هتشتغل على برنامج 3D فانت تستخدم انجن مختلفه, فالريندر هيبقى مختلف, فمحتاج ريكويرمنت للجهاز تبقى مختلفه اكتر خالص عن 2D. يعني احنا لو اشتغلنا 3D مثلا بنحتاج برنامج غير البرنامج اللي احنا عملنا عليه 3D عشان نعمل ريندر او نعمل تصدير لل بالظبط الحاجه اللي احنا عملناها. بالظبط, انت اي مثلا لو هتشتغل الافتر افكتس كده برضو, ولا الافتر افكتس منه فيه يعني بنرندر منه من جوه. هو الافتر افكتس يعتبر هو الانجن اللي بتكون فيها كل حاجه في الاخر يعني. انت مثلا لو هتحرك عنصر 3D, انت بتاخد العنصر ده مثلا على السوفت وير واتيفر, مثلا سينما 4D او 3D ماكس او مايا, وبتخلص الشغل عليه وبترندره, وبتاخد الجزء ده مثلا مترندر وبتحطه على الافتر افكت وبعد كده بقى بتعمل ريندر نهائي خالص في الاخر. مثلا لو اتحرك كاركتر انيميشن بتاخده وتحركه على السوفت وير بتاع الكاركتر انيميشن, بعد كده تاخد الريندر النهائي تحطه على الافتر افكتس وبعد كده ترندر. طبعا في سوفت وير مهم جدا جدا اسمه Element 3D, ده موجود على افتر افكتس, ده بيخليك تولد عناصر 3D بدون ما ترجع لاي سوفت وير 3D يعني. مثلا عايز تعمل كيوب, عايز تعمل تكست 3D, مش محتاج ان انت تخش على برنامج متخصص في 3D. بس هو الافتر افكتس نفسه يعني بيوفر لك عناصر معينه, وحتى ممكن تبني عليه انفايرمنت كامله, بس طبعا الريندر يعني هيبقى بطيء. ما انصحكش, بس احنا بنستخدمه في العناصر اللي لو هنستخدم مثلا هنعمل عنصر 3D بسيط, بنقدر نستخدم الاليمنت 3D افضل بكتير جدا ما نروح على اي برنامج او سوفت وير 3D وياخد مننا وقت ريندر مختلف طبعا عن الافتر افكتس.
طيب لو الواحد حب يبدأ يتعلم، تفتكر هياخد قد ايه على ما يبدأ ان هو يعني ينفذ شغل 2D؟ يعني مثلا لو قعد كل يوم يتدرب ساعة او ساعتين، خلال قد ايه كده يقدر قابلت ناس كتير جدا قالوا لي دخلوا كورسز كتير جدا وبعد كده خلصوا الكورسز كلها ومش عارفين مش عارفين يبتدوا ازاي، مش عارفين يروحوا فين، هم احنا كده تمام ولا مش تمام. يعني بتجيلهم حالة شك كده ان احنا طب هنكمل في المجال ولا لا. عايز اقول لهم طبعا الموضوع بيختلف تماما 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 عن بيئة العمل. يعني انت عشان تقدر تبقى حد شاطر في الموشن جرافيك لازم ما تفقدش شغفك ايا كان، لازم عندك الاصرار ان انت خلاص انا مسكت الموضوع ده همشي فيه وخلاص. بالظبط، انت ممكن بعد مثلا 8 سنين او 9 سنين من شغلك تزهق اصلا من الشغل مع الشركات وتتفرغ للفريلانس. يعني اهم حاجه ما تفقدش شغفك بالانيميشن يعني، واهم حاجه تبقى حابب الشغل بتاعك. دي اهم بوينت في المجال كله، ان انت تبقى حابب الشغل بتاعك عشان تقدر تكمل. ما تبطلش طبعا فرجه، ما تبطلش تذاكر مع نفسك كتير، تشوف ايه السوفت ويرز الجديده اللي نزلت للانيميشن، ايه البلاجنز الجديده اللي نزلت، انك تفضل متابع دايما اخر الستايلز. في شركات جديده طلعت عامل شغل مختلف، طب الشركات دي ايه الشغل اللي عملته وعملته باني سوفت وير. لازم تبقى مطلع على الاندستري كلها بتاعت الانيميشن سواء في الشرق الاوسط او حتى الشركات العالميه او الاجنبيه. طيب يا اسلام، متشكرين على المعلومات القيمه دي ونورت القناه بتاعتي. هسيب لكم في الديسكريبشن رابط البي هانس بتاع اسلام، تتفرج على الشغل الجميل بتاعه، واشوفكم في لقاء جاي ان شاء الله مع مبدع تاني ولقاءات عالم طاهر اكتر.